ازيكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة يا جماعة كان ريكوستد جدا من ناس كتير قوي، وهو انا ازاي بنظم يومي. بس انا هاخد خطوة زيادة وكمان اقول لكم انا ازاي بنظم سنتي واسبوعي وازاي انتوا كمان تقدروا. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ويلا بينا. هاي، انا عارفه ان الاضاءه هنا مش احسن حاجه، بس احنا مضطرين ننقل على المكتب. خلونا نبدا من الكبير للصغير. فاحنا دلوقتي هنتكلم على انا ازاي بنظم السنه بتاعتي، وانتوا لو عايزين تعملوا سكيب لاي حته تانية في الفيديو لان ازاي بنظم الاسبوع او اليوم انا هكون حاطه تايم ستامبس تحت، روحوا اعملوا سكيب للحته اللي انتوا عايزاها. لحد اسبوع واحد بس يا جماعه انا ما كنتش بنظم غير اسبوعي ويومي، لحد ما اتفرجت على فيديو لعلي عبد الله. للي ما يعرفش علي عبد الله يا جماعه هو يوتيوبر مشهور جدا بيتكلم عن البرودكتيفيتي والتايم مانجمنت، وفي الفيديو اللي انا اتفرجت له عليه دوت هو كان بيكلمنا على نفس الميثود اللي انا هقولها في الفيديو دوت، وكمان بيستخدم تمبلت هو عمله فور فري ممكن تنزلوه علشان يساعدنا ان احنا نابلاي الميثود ديت. انا هستخدم التمبلت ديت في الفيديو ده لان انا بدات استخدمها، وكمان هحط لكم لينك للشانل والتمبلت تحت في الديسكربشن علشان تروحوا تعملوا سبسكرايب وكمان تعملوا داونلود التمبلت لو حابين تستخدموه. اللي خلاني اكون انترستد ان انا اعمل سيرش على طرق تخليني اعرف اعمل تايم مانجمنت للسنه كلها هي ان انا كان عندي ستودنت قالت لي ان هي مش هتكون موجوده في شهر 7 كله، ولما سالتها هي ازاي هتاخد اجازه شهر كامل، ازاي عرفت ان هي تعمل كده وهي بتشتغل، قالت لي ان هي كانت اصلا عامله له تايم بلوك وقافلاه من جدول شغلها من اول السنه، ان هي عايزه تاخد اجازه، تعمل ريتشارج، تسافر، تعمل اللي هي عايزاه، تاخد تايم اوف ورك عامه. وانا كنت امبرست جدا بالموضوع دوت، وكان في حاجه كده كليكت في دماغي وحسيت ان دي فعلا طريقه ممكن تفيدني ان انا احط تايم اوف جدول الشغل بتاعي علشان اعمل اللي انا عايزاه في الشهور اللي انا عايزاها، او لو في مثلا ايفنتس مهمه جدا في السنه ديت اكون اصلا اوريدي قافله الايام بتاعتها علشان ما يبقاش في لخبطه مع الشغل في اي حاجه. لو انا مسافره، لو انا عندي فرح، اكون اوريدي عامله له تايم بلوك واكتبه في الكالندر حتى لو ده بعد شهور. فلو هو اوريدي موجود على الكالندر من الاول مش هيحصل لخبطه ما بينه وما بين الشغل. معظم الكالندرز بتكون موريانه فيو واحده بس، وحتى الانيوال فيو بيكون مورينا الايام بس ومش الايفنتس اللي احنا كاتبينها جوه الايام. علي عبد الله او علي عبد الله انا مش متاكده هو كاتب اسمه علي عبد الله، عامه عمل لنا كلنا فيفر لما عمل التمبلت بتاعه دوت، لان في التمبلت انتوا بتكونوا شايفين كل شهور السنه، كل الايام بتاعت كل شهر، وكمان الايفنتس اللي محطوطه في اي يوم، كل ده من بصه واحده. وطبعا لو انتوا مش بتحبوا الديجيتال كالندرز ممكن تعملوا كده اون بيبر. خليني اديكم مثال بسيط جدا لسه حاصل معايا قد ايه الطريقه ديت ممكن تنفعني. على طول لما بكون مسافره بنسى اعمل تايم بلوك للايفنت دوت في الشهر اللي انا مسافره فيه، لان انا بكون بنظم بس الشهر اللي قدامي او الاسبوع اللي انا فيه وبنسى خالص الشهور التانية، بعمل الشهر بشهره. فلما بيجي الشهر ده وفجاه الاقي نفسي مسافره كل شغلي بيتلخبط ولازم الغي شغل كتير جدا، او اشوف انا هعمل ريسكادجول الكلاسز دي امتى، وطبعا الموضوع بيكون موتر قوي. فمثلا انا عارفه دلوقتي ان انا مسافره شهر 9، فبدل ما استنى شهر 9 علشان ابدا اشوف الشغل هيتحط فين وهعمل ايه في الشغل، انا هعمل دلوقتي تايم بلوك للاسبوع اللي انا مسافره فيه في شهر 9 علشان محدش يحجز اي حاجه دلوقتي، والكلاسز عامه لما تيجي تتحجز بتحجز around the event مش العكس، وهكذا بقى لاي ايفنت كبير في السنه. ده بيديني مساحه اني عارفه من الاول اني لازم انظم شغلي حوالين الايفنت دوت، وفي نفس الوقت بيشيل التوتر بتاع ان انا فجاه الاقي الايفنت ده قدامي وانا لسه مش جاهزه. البيس بتاع اي نظام انا بعمله هو التايم بلوكينج. انا عاده بعمل تايم بلوكينج في جوجل كالندر، بس طبعا في ابس كتير قوي ممكن تستخدموها فتقدروا تستخدموا اللي بيريحكم. اول حاجه بعملها في التايم بلوكينج في الاسبوع هي ان انا التايم بلوك انا احب اصحى امتى الاسبوع دوت. فانا مثلا احب اصحى الساعه 8، فانا هكتب الساعة 8 دوت ان انا اصحى واعمل السكين روتين بتاعي واعمل كل الحاجات ديت الساعة 8، وهخلي يكون ده ايفنت بيتعاد كل يوم في الاسبوع. حاجة كمان اتعلمتها هي ان انا التايم بلوك الوقت اللي انا احب انام فيه. ده بيساعدني في حاجتين، بيساعدني ان انا اشوف من وقت الصحيان لوقت النوم في كام ساعة في النص، واشوف الحاجات اللي انا عايزة اعملها في اليوم ايه وايه من التاسكس اللي انا عايزة اعملها الاسبوع دوت ممكن يتحط في انهي يوم، وفي نفس الوقت بيخليني احدد شغلي على اساس السليبنج سكادجول بتاعي، مش الخبط السليبنج سكادجول بتاعي علشان الشغل. لان انا لو مش محدده ميعاد انا بنام فيه هفضل ازق في ميعاد نومي علشان الحق اخلص كل الحاجات اللي انا حطيتها لنفسي في اليوم دي، لان انا اوريدي سايبه نهايه اليوم مفتوح، فهقعد اشتغل 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 لحد ما مواعيد نومي يبوظ. لان زي ما قلت في فيديو قبل كده هدف انا عايز اعمله هو ان انا اكون بصحى في ميعاد معين وكمان انام في ميعاد معين. بعد لما بحدد ميعاد صحياني وميعاد نومي بكتب كل الحاجات الفيكس اللي بتحصل كل اسبوع في نفس الميعاد. يعني مثلا انا دايما بروح الجيم يوم السبت، الاثنين، الاربعاء والجمعه،
9 وحتى لو مش بروح الجيم هو دوت الميعاد اللي انا على طول بتمرن فيه حتى لو في البيت، فانا هعمل تايم بلوك للميعاد دوت. تاني حاجه فيكس هي ان انا على طول ببدا شغل من الساعه 12 وبخلص الساعه 6، مش دايما بيكون كل الشغل ورا بعض او بشتغل 6 ساعات ورا بعض، بس هو دوت بيسكلي الفتره اللي انا بشتغل فيها خلال اليوم. انا عاده بعمل سينك لجدول الشغل مع جوجل كالندر، بس انا مش هعمل كده دلوقتي علشان البرايفسي بتاعت الستودنتس واسمائهم، فخليني دلوقتي اعمل تايم بلوك واكتب كلاس بس. بعد ما بخلص اعمل تايم بلوك الحاجات الفيكس، بشوف بقى ايه التاسكس اللي انا حطاها لنفسي الاسبوع دوت عشان اخلصها، واشوف ايه الوقت المتبقي في الاسبوع علشان اقدر اعملها. انا عاده كل اسبوع بحط لنفسي 3 تاسكس او جولز بيساعدوني اوصل للجولز الاكبر. يعني مثلا 3 تاسكس بتوع الاسبوع دوت هو ان انا اصور فيديو، اعمل اديت واسكجول فيديو، وكمان اكتب 2 دايلوجز للستودنتس بتوعي. دلوقتي بعد ما حددت 3 تاسكس بتوعي، انا دلوقتي هبص بص على الكالندر واشوف ايه انسب وقت ممكن اعمل فيه التاسكس ديت. بعد بقى ما بحط كل التاسكس بتاعتي وكل الحاجات الفيكس، كل الحاجات المهمه اللي انا لازم اعملها الاسبوع دوت، بشوف بقى وقت ممكن اخرج فيه، وقت ممكن اذاكر فيه اسباني، اخد فيه درس اسباني، اعمل فيه كل الحاجات اللي انا عايزاها. يعني مثلا معظم الوقت يوم السبت انا بنزل بالليل مع اختي وبنت خالتي، فانا هعمل تايم بلوك للميعاد دوت. يوم الاحد بيكون عندي وقت ان انا اخد درس اسباني الصبح عشان مش بيكون فيه جيم، وكمان في نفس الوقت بكون اجازه، فهعمل تايم بلوك للساعه 9 علشان ده غالبا الوقت اللي انا ساعات باخد فيه درس اسباني. وبكده اكون خلصت الويكلي بلاننج بتاعي. زي ما انتم شايفين في وقت كبير قوي متبقي فاضي، فانا ممكن اعمل فيه اي حاجه انا عايزاها. للاسف مش دايما الحاجات بتجو اكوردنج تو بلان. يعني مثلا لو في يوم معين انا معرفتش اخلص فيه كل الحاجات اللي انا عاملها تايم بلوك لنفسي ديت علشان في حاجات تانية طلعت لي، ده عادي. بس اهم حاجه ان انا عندي رف درافت عن شكل اسبوعي هيكون عامل ازاي، بس في نفس الوقت انا فلكسبل مع نفسي لو في اي تغيرات حصلت. خليني ابدا باني اقول ان روتين صباحي مايندفول وصحي وكويس دي اكتر حاجه هتسيت يو اب فور سكسس باقي اليوم. انا بالنسبه لي اهم حاجه لازم اعملها قبلها بيوم بالليل عشان يكون عندي مورنينج روتين كويس هو ان انا يكون عندي جود نايت روتين وسليبنج سكادجول. حاجات انا بحاول اعملها في النايت روتين بتاعي زي ان انا اسيب الموبايل على الاقل قبلها بساعه قبل ما انام، اقعد اقرا شويه، اعمل السكين كير روتين بتاعي، ابطل اكل قبلها بثلاث ساعات على الاقل، وانام في نفس الميعاد كل يوم اللي هو غالبا بيكون الساعه 12 بالليل. انا لسه مش احسن واحده خالص في النايت روتين، مش عارفه ليه ساعات كتير قوي مش بيتظبط معايا، بس انا قلت اقول لكم التيبس الصغيره ديت عشان لو حابين تجربوها وتشوفوا قد ايه هتفرق معاكم في جوده حياتكم. خلونا نرجع بقى للمورنينج روتين. اهم تيب انا سمعتها في حياتي للمورنينج روتين هو ان انا اخلي قراراتي الصبح اوتوماتيك على قد ما اقدر. يعني ايه؟ يعني ان احنا عندنا انرجي معينه نقدر نوجهها لقراراتنا خلال يومنا، فانا بحاول على قد ما اقدر ما اضيعش الانرجي ديت في قرارات صغيره واوفرها لقرارات كبيره سواء في البروجكتس في الشغل او في حياتي الشخصيه. مثلا للحاجات الصغيرة اللي انا بتكلم عليها ديت هو ان انتوا تقرروا في ساعتها انتوا رايحين الجيم ولا لا، تقرروا في ساعتها انتوا هتلبسوا ايه، تقرروا في ساعتها انتوا هتفطروا ولا لا، وهكذا. فحاولوا المورنينج روتين بتاعكم يكون اوتوماتيك على قد ما تقدروا، ويكون هو ده المورنينج روتين اللي انتوا بتعملوه كل يوم، لان عاده مستويات طاقتنا بتكون الاعلى الصبح، بنكون مركزين اكتر، فبلاش نضيع تركيزنا ديت في حاجات صغيره. بيسكلي ديلي روتين بتاعي هو ان انا افولو ايا كان اللي على الويكلي كالندر اللي انا عملته في اول الاسبوع. طبعا ممكن اغير حاجات على حسب اليوم وعلى حسب الدنيا حصل فيها ايه، او لو في حاجه لازم اعملها بدل حاجه او اغير ترتيب الحاجات. الكالندر ده بس موجود عشان يجايد مي ويخلي حياتي اسهل واوتوماتيك على قد ما اقدر، عشان ما اضيعش طاقتي ووقتي في قرارات صغيره وافضل جو باك اند فورث انا هعمل ايه ولا هبدا منين في يومي. بس في نفس الوقت مش لازم امشي عليه بالحرف، زي ما قلنا اهم حاجه ان احنا نكون فلكسبل مع نفسنا. وبكده نكون خلصنا الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا. قولوا لي في الكومنتس تحت ايه التايم مانجمنت ميثود اللي انتم بتستخدموها، ولو تعرفوا اي ابس ممكن تساعدنا ان احنا ننظم وقتنا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير مع صحابكم، وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي. باي. مش عارفه انا هعمل باي ازاي. باي.